بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. فليستجيبوا لأمر من الله. Tu dois répondre à l'appel divin. قال امضي إلى هذا السلوك وتقلى في أمورك كلها و دونك انت لابل دالله tu le respectes et tu dis oui mon Dieu je crois en vous j'ai fait tout mon possible pour te t'agréer يعني باش ترضى عني يا ربي. هذا وينه وين شكون يرضي بي ربي اليوم بالكلام اوه ما لا الكلهم لسانهم يجري يكونوا ارضى عني يا رب لكن في الحقيقه ما هوش حاب باش يحقق الرضا الرباني لانه ما لا سانه في شيرة وعماله في شيرة اخرى وهؤلاء ما عادش عندهم اسلام بل هم عندهم النفاق بالتمام ونقولوا انه عجلوا بالتوبه قبل ما يحق عليكم القول وتلعنون لعنه لا خلاص منها. نسال الله ان نستجيب له كما قال لنا في هذه الايه الكريمه ومن لم يستجب فقد كفر ومن كفر وبطر اي فسدت حياته فليعلم ان هذا الطريق ليس الطريق الامثل بل عليه ان يسرع بالتوبه ويطمن الله ان يرضى عنه كما من سخط عليه في سابق امره. ونحن دائما نكرر النصائح لعل البعض من هؤلاء الافاكين المنافقين البعض منهم ينجو حين نذكره بمصيره المظلم مصيره المؤلم. والسلام علينا أهل محمد عليه الصلاة والسلام.